الرئيس السيسي يطلع على الخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل ويوجه بالانتهاء سريعا من إنشاء وتطوير المواني البحرية والبرية والجافة. ردا على الادعاءات الإسرائيلية، رشوان يؤكد أن مصر ستواصل دورها الإيجابي في المنطقة والقيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية. وتواصل العدوان على أنحاء غزة لليوم 99 بعد المئة، وطواقم الإنقاذ تنتشل جثامين 283 شهيدا من 3 مقابر جماعية بخان يونس. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وجود حاجة ماسة وعاجلة لإنهاء حالة التحفظ الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالإقليم. وخلال اتصال هاتفي، شدد الرئيس السيسي ورئيس وزراء إسبانيا على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، خاصة عن طريق تفعيل حل الدولتين من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما سيدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال استعرض الجهود المصرية للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أشاد رئيس الوزراء الإسباني بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني لإنهاء الأزمة الجارية. من جانبه، ثمن الرئيس السيسي الموقف الإسباني من الأزمة الراهنة، مشيدا بتحركات رئيس الوزراء الإسباني لدعم السلام في المنطقة. وفي هذا السياق، تم تأكيد خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية لعواقبه الإنسانية الوخيمة. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على مستوى العلاقات وما تشهده من زخم، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يتفق ومصالح الشعبين الصديقين. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وقد تطرق الرئيسان كذلك إلى التطورات الإقليمية في إطار التصعيدات الأخيرة، وحذرا من خطورة انزلاق المنطقة إلى حالة واسعة من عدم الاستقرار، بما يفرض الالتزام بأعلى درجات الحكمة وضبط النفس. واتفق الرئيسان على ضرورة وقف التصعيد على مختلف الأصعدة، مشددين على أن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين يمثل السبيل نحو استعادة وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل ورفع نسبة المكون المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية وإعادة تأهيل وتطوير خطوط مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، فضلا عن مشروعات إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، وكذا بحث مستجدات جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل في مصر من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية في هذا المجال. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود الرامية لتحقيق تحسن مطرد في مسار توطين الصناعة في مصر في قطاع النقل
ورفع نسبة المكون المحلي، وذلك من خلال تكثيف العمل الجاري لتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة في هذا الصدد، بما يساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية في المجالات الإنتاجية وتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تشييدها وتحديثها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية. وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية لتشجيع تجارة الترانزيت وتنمية الصادرات المصرية، وصولاً لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت على النحو الذي يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تعميق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري لإمارة الفجيرة لاستعراض خطط التوسع المستقبلية في السوق المصرية في مجال النفط والغاز. وخلال الاجتماع تم استعراض الاتفاق المبدئي بين الحكومة وإمارة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز بشأن إنتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته. هنأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، وتقدم رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة بأصدق التمنيات للرئيس السيسي بهذه المناسبة التي ستظل دائما وأبدا فخرا لكل المصريين. وأشاد رئيس الوزراء بالتوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية ببذل قصارى الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق التنمية في ربوع سيناء وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير فرص العمل في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء. كما بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. وعبر رئيس الوزراء بهذه المناسبة عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد. هذا وقد بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وخلال البرقية أكد وزير الدفاع وفاء رجال القوات المسلحة وإخلاصهم للمهام والمسؤوليات لحماية الوطن وصون مقدساته، مشيرا إلى تمسكهم بروح نصر أكتوبر ومقتضين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين سطروا بطولاتهم وتضحياتهم بأحرف من نور ورفعوا راية مصر على أرض سيناء الحبيبة. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي. وأصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربية، وكذلك لأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. كما أصدر الفريق أسامة عسكر توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وقال وزير الداخلية في برقيته إن النضال والكفاح الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك، وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة تتواصل مع عهد يتجدد على البذل والعطاء والتضحية لدفع مسيرة الوطن نحو التقدم والاستقرار. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء. وقال وزير الداخلية في برقيته
إن المؤسسة العسكرية تظل رمزا للتحدي والصمود والعطاء، ذودا عن الوطن والعرض، ومهدا للتضحية من أجل رفعة الوطن واستقلاله. هنأ رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندري زكي رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، وقال رئيس الطائفة في برقية إن ذكرى تحرير أرض الوطن عزيزة على قلوبنا جميعا، حيث شهدت بطولات جنودنا البواسل من شهداء القوات المسلحة. أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود. وأوضح رشوان في بيان أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر، مشيرا إلى أن مصر تطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه له ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة. كما أكد أن مصر تطالب كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والانضباط. ولفت رشوان إلى أن مصر ستظل تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة، مضيفا أن هذه الادعاءات الكاذبة لن تنجح في إثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية. We'll be right back.
بحث وزير الخارجية سامح شكري مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب الوضع في غزة والاحتياجات المتزايدة لتوفير المساعدات الإنسانية والمناطق الآمنة لإيواء النازحين. وخلال اللقاء أكد شكري حرص مصر على تبني منهج شامل لحوكمة الهجرة، بحيث لا يقتصر على الجوانب الأمنية فحسب، وإنما يهتم أيضا بالجوانب التنموية المرتبطة بها. كما ثمن شكري التعاون القائم مع المنظمة في تعزيز سبل الانتقال الشرعي للعمالة وسد الفجوات القائمة في أسواق العمل. أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، قال إن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن. وقال السفير العكلوك إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصاعد العدوان وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو في مجلس الأمن ضد طلب حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الدور المحوري الذي تطالع به مصر منذ بداية الأزمة في غزة، والذي يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر لشعب فلسطين الشقيق. جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني، حيث شهد اللقاء تبادلا للرؤى حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة الغربية. كما تم بحث أطر استمرار تعزيز العمل المشترك لتخفيف المعاناة وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل عاجل، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الذي يتعرض له القطاع. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء العدوان على قطاع غزة، حيث طالت عمليات القصف الإسرائيلية مناطق متفرقة وسط وجنوب القطاع. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بالتزامن مع استهداف غارة إسرائيلية المنطقة الجنوبية الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع. واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في غارة استهدفت مسجد التقوى في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما استهدفت غارة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وأخرى استهدفت مدخل مخيم البريج وسط قطاع غزة. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و 104 مصابين خلال الساعات 24 الماضية. وأظهر التقرير الإحصائي اليومي للسلطات الصحية في غزة في اليوم 99% من العدوان على غزة، أظهر ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 34,151 شهيدا و 77,084 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح رفح الفلسطينية يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من أي خدمة صحية، بالإضافة إلى تعرض المئات من السكان لخطر الموت نتيجة لهذا الأمر. في الأثناء انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف في غزة جثامين 73 شهيدا من مقبرة جماعية بمستشفى نصر الطبي، وذلك بعد انسحاب قوات الاحتلال من مدينة خان يونس جنوب القطاع. وارتفع عدد الشهداء الذين عثر على جثامينهم من 3 مقابر جماعية بمجمع نصر الطبي إلى 283 شهيدا حتى الآن قتلتهم قوات الاحتلال أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله.
أعلن مسؤول صحة فلسطينيون ميلاد طفلة من رحم شهيدة فلسطينية سقطت مع زوجها وابنتها الأخرى في هجوم إسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ووضعت الطفلة التي نجت من الموت بفضل العناية الإلهية في حضانة بأحد مستشفيات رفح، وستبقى لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بحسب الأطباء. من الموت تنبع الحياة، ومن الألم يولد الأمل. في هذا المستشفى الواقع في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة ولدت هذه الطفلة من رحم سيدة فلسطينية استشهدت مع زوجها وابنتها الأخرى في عدوان إسرائيلي. محمد سلامة الطبيب الذي يعتني بالمولودة قال إن الأم وصلت شهيدة إلى المستشفى وتم إجراء عملية قيصرية طارئة للحفاظ على حياة الطفلة. بعد حوالي 7 شهور من الحرب الضارية هنا في قطاع غزة، استهداف لعائلة من العائلات وقصف للمكان العائلة جودة، حوالي الساعة 12 مساء أو الساعة 11:50 بالضبط فعليا وصلت الإصابات إلى كل المستشفيات في رفح، وكان وصول الأم صابرين السكني إلى هنا. الأم كانت شهيدة وهي حامل في هذا الطفل الجميل. وأضاف سلامة أن الطفلة تزن 1.4 كيلوغرام وولدت وحالتها مستقرة وتتحسن تدريجيا، حيث إن المولودة وضعت في حضانة أطفال وستبقى بأحد مستشفيات رفح لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع. لما خرج الطفل في وضع كان ما بين المتوسط والحرج، حاليا بعد تقديم الرعاية الطبية منذ الليل حد الآن يعني خلال الساعات الفائتة كان الأمر يتحسن تدريجيا. حاليا نقدر نقول أن الوضع مستقر على المتوسط، لكن الطفل تحت الرعاية الطبية حيمكث حوالي من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع في الحضانة. وهكذا كتب القدر على هذه الطفلة أن تبدأ حياتها يتيمة الأب والأم، حالها كحال أكثر من 17,000 طفل في قطاع غزة باتوا يتامى، وذلك بحسب تقرير جديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا. أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال منفذي حادث دهس في القدس المحتلة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيليين أصيبا بجروح إثر عملية الدهس، وأن الشرطة عثرت على سلاح قرب مكان العملية بعد أن فر المنفذان من المكان، فيما أسفرت عمليات التمشيط والبحث بمروحية عن تحديد مكانهما واعتقالهما. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. بغداد وأنقرة توقعان اتفاقا للتعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد، وأردوغان وشيع السوداني يتفقان على خطوات مشتركة ضد حزب العمال الكردستانية.
تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف المدفعي على طول الحدود، وأوضح حزب الله أنه تم استهداف مبنيين يستخدمهما جنود الاحتلال في منطقة المطلة، وتم تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن حزب الله أنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة كانت في مهمة قتالية في جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد. استقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد في قصر بغداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور العراق حاليا. وشدد الرئيسان خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، وتم التأكيد أيضا على وجوب وقوف العدوان على غزة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية. بدوره عقد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جلسة مباحثات مع الرئيس التركي في القصر الحكومي ببغداد. وتعد زيارة أردوغان للعراق هي الأولى التي يقوم بها رئيس تركي منذ عام 2011. هذا ووقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقاً لإطار استراتيجي يشرف على التعاون في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد بين البلدين. وعقب مباحثاتهما في بغداد قال السوداني إنه تم توقيع الاتفاقية لمدة 10 سنوات بشأن إدارة الموارد المائية تهدف لضمان حصول العراق على حصته العادلة. على مستوى المياه وقعنا اتفاقا إطاريا للتعاون بشأن المياه يتضمن التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات، وتنفيذ مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الري وتقنيات الري الحديثة. هذا الاتفاق سوف يستمر لمدة 10 سنوات من دخول حيز التنفيذ، وسيكون كفيلاً بتحقيق إدارة مشتركة وعادلة للموارد المائية، وسيلمس أثره بشكل واضح أبناء شعبنا، وكذلك سيعود بالمنفعة على الجارة تركيا. من جانبه قال الرئيس التركي إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستانية. وعبر أردوغان عن اعتقاده القوي أن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن. التعاون في الأمن وفي مكافحة الإرهاب كانت إحدى أهم المسائل التي تناولناها. تنظيم PKK الإرهابي وامتداداته التي تستهدف تركيا من الأراضي العراقية، تناولنا الخطوات التي يمكن أن نقوم بها بشكل مشترك حياله. كما قابلنا بامتنان إعلان تنظيم PKK تنظيما محظورا في العراق، وبإعلان تنظيما محظورا وإرهابيا فإن القضاء على وجوده في الأراضي العراقية أمر أعتقده اعتقادا عميقا، وقد ذكرت هذا لنظيري وسيد رئيس الوزراء. أكد الكرملين أن روسيا ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أراضيها. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الجيش الروسي يحلل الوضع لاتخاذ كل الإجراءات المضادة المطلوبة لضمان أمن بلاده. كان الرئيس البولندي أندري دودا قد أكد استعداد بلاده وهي عضو في حلف شمال الأطلسي لنشر أسلحة نووية على أراضيها بحال قرر الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة جديدة في بيلاروسيا وكالينغراد. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب على حدود الاصطدام المباشر مع القوى النووية، مشيرا إلى أن روسيا تلمس وجود مخاطر استراتيجية جسيمة تؤدي إلى زيادة مستوى الخطر النووي. وحذر وزير الخارجية الروسي من أن الدول الغربية تتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية
وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية على حد تعبيره. أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة بوغدانيفكا في شرق أوكرانيا مكثفة ضغوطها للسيطرة على مدينة تشيسيفيار. جاء ذلك غدا تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية جديدة لقوات كييف التي تعاني نقصا في الذخيرة. غدا تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة بوغدانوفكا في شرق أوكرانيا مكثفة ضغوطها للسيطرة على مدينة تشاسيف يار. وزارة الدفاع الروسية قالت إن وحدات من القوات الجنوبية حررت بالكامل منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتقع بوغدانوفكا وهي بلدة صغيرة كان عدد سكانها ما دون 100 نسمة على بعد أقل من 10 كيلومترات من تشاسيف يار، المدينة التي يتركز عليها الهجوم الروسي بعد السيطرة على بخموت شرقاً في ربيع 2023. وتقع تشاسيف يار على مرتفع على بعد أقل من 30 كيلومتراً جنوب شرق كرماتورسك، المدينة الرئيسية في منطقة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الأوكرانية والتي تعد محطة مهمة لسكك الحديد والخدمات اللوجستية للجيش الأوكراني. ومن شأن السيطرة على تشاسيف يار أن تتيح للجيش الروسي فرصة التقدم في المنطقة. كان وزير الدفاع الأوكراني روستوم أوميروف كان قد أقر بأن الوضع متوتر على الجبهة الشرقية حيث الجيش الروسي متفوق من حيث العدد. ويأتي إعلان موسكو غدا تصويت مجلس النواب الأمريكي على مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 61 مليار دولار لكييف بعد أشهر من العرقلة. ويعاني الجيش الأوكراني نقصا في الذخيرة بالإضافة إلى صعوبة تجنيد متطوعين جدد بعد أكثر من عامين من حرب أنهكته. وميدانيا لا تسير الأمور في صالح أوكرانيا بعد أشهر من فشل الهجوم المضاد الذي شنته في صيف العام 2023، وباتت روسيا تحتل نحو 20% من أراضيها. انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية من أجل السلام العالمي بحضور قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. ينظم المؤتمر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية وبالاشتراك مع تحالف اليونسكو للثقافة الإعلامية والمعلوماتية وجامعة أوتونوما ببرشلونة. ويجمع المؤتمر الذي تستمر أعماله 3 أيام خبراء دوليين وممثلين عن المنظمات الإعلامية والثقافية لمناقشة كيفية استخدام الإعلام والمعلومات كأدوات للتقريب بين الشعوب وتعزيز الحوار والتفاهم الثقافي. إننا نجتمع اليوم للتأكيد على أهمية الثقافة الإعلامية والمعلوماتية كأساس لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاهم والتسامح بين الشعوب. لقد سهل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وصول الأخبار والأفكار سواء كانت معتدلة أو متطرفة إلى الجميع. فالتعليم هو أحد ركائز الحياة الأساسية، والتعليم الجامعي ليس مجرد التعرف على ما توصلت إليه العلوم والمعرفة واستيعاب التقنيات اللازمة لجعل هذه العلوم والمعارف في خدمة المجتمع وحسب، وإنما هو صياغة جديدة للعقل العلمي والمعرفي في مجتمعاتنا على أساس المنهجية العلمية لإيجاد الحلول الملائمة لمختلف القضايا التي تعترضنا. قد ورثت الديار المصرية إلى يومنا هذا السلم والسلام والأمن والأمان والتسامح والتعايش، وقد دامت أنموذجاً يحتذى في التعايش السلمي بين أبناء الوطن في ظل مواطنة حقيقية راقية تضمن للجميع حياة مستقرة. وإن ثقافة السلام والتسامح التي تحيا بها بلادنا
فضيلة إسلامية إنسانية بامتياز، حث عليها وحي السماء وغرسها في نفوس البشر وضمائرهم. استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعية التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان وفدا من الخبراء الطبيين الفرنسيين، وذلك على هامش زيارة الوفد الفرنسي لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة الإسماعيلية. وتفقد رئيس الهيئة مع الوفد الفرنسي مختلف الأقسام في مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة للاطلاع على التجهيزات والتقنيات الطبية والتكنولوجية، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والجراحات والرعايات المركزة. وطبعا يعني زيارة الخبراء دي زيارة مهمة جدا، ودي بداية وبكورة لاستراتيجية هيئة الرعاية الصحية تنتهجها في المرحلة القادمة، وهي ان احنا هنشتغل بجناحين على التوازي، جناح للبعثات الخارجية وجناح لاستقدام الخبراء. والنهاردة كان عندنا 3 خبراء من فرنسا متخصصين في مجالات جراحة العظام وجراحة الأوعية وجراحة المسالك البولية، وزي ما حضراتكم شفتوا النهاردة في إشادة كبيرة جدا من هؤلاء الخبراء بمستوى التجهيزات الطبية اللي تتمتع بها هيئة الرعاية الصحية، ومستوى العلمي أيضا للأطقم الطبية والأطقم الإدارية المعاونة للأطقم الطبية. نظمت القوات المسلحة مؤتمرا صحفيا بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر أبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية وبمشاركة 11 دولة عربية. تأتي البطولة في إطار جهود القوات المسلحة لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف الرياضات، بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية، وكذلك حرص القوات المسلحة على تأصيل رياضة الفروسية داخل الملاعب المصرية. هي بطولة كبيرة جدا، بطولة عسكرية وبطولة ناشئين دولية وبطولة جمهورية، وده توجه مهم من الدولة لتطوير رياضة الفروسية. في منشآت كبيرة جدا تمت، وأنا سعيد إن إحنا جزء من منظومة بتسعى لإنجاح رياضة الفروسية في جمهورية مصر العربية. تأتي أهمية البطولة هذه بعد يعني فترة طويلة ما عملنا، رجعنا اليوم لقينا نفسنا الحمد لله رب العالمين مشاركين في بطولة، أو هنعمل بطولة إن شاء الله في جمهورية مصر قوية جدا، مضمار جديد وخيل جديدة وقوية إن شاء الله، وفرسان عندهم خبرات، لذلك احنا حيكون فرصة لتشارك الخبرات وفرصة لتحقيق نتائج وفرصة لتطوير الخيل وكذلك الفرسان، ويعني حتى الفكر الرياضي بشكل عام. وصلت المبادرة الرئاسية حياة كريمة إطلاق القوافل العلاجية بقرى محافظة أسوان. وفي قرية السبيل التابعة لمركز كوميمبو في أسوان تم الكشف وصرف العلاج بالمجان ل 1848 مواطنا في مختلف التخصصات، وإضافة لتوفير معملي الطفيلات والدم والأشعة والصيدلية التي توفر بها أكثر من 130 صنفا من العلاج الذي تم صرفه بالمجان لجميع المترددين. معنا خدمة الأشعة العادية، معنا خدمة الأشعة التلفزيونية، معنا 2 معمل، معمل الطفيلات ومعمل الدم، معنا صيدلية في أكثر من 100 صنف. الكشف والعلاج في القوافل المجانية في القوافل العلاجية بيبقى بالمجان. متوجه لتنفيذ القافلة في القرية، بنبدأ فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية أو اليوم الثاني، بعمل ندوات تثقيفية صحية لسكان المنطقة، بنتكلم في كيفية حصول على الخدمة الطبية سواء في القوافل العلاجية أو في المستشفيات، بنوجههم يحصلوا على الخدمة الطبية صح. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على القافلة الطبية اللي لها يومين عندنا وعلاج، والناس مبسوطة وكشفت الناس كثير ومن غير أي مقابل، من غير أي فلوس. بدأت المخابز الصحية في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا لتوجيهات الدولة. هذا وتستمر الحملات الرقابية لضمان إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية من حيث الوزن والسعر.
الوزراء وفي إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، تم البدء في تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر طن الدقيق بنسبة تتراوح من 30% إلى 35%، الأمر الذي يتطلب أيضا انخفاض الأسعار. وصلنا من خلال التكلفة ديت باجتماعنا مع المخابز البلدية والأفرنجية بالنزول بأكثر من 40% لجميع المخبوزات البلدي والأفرنجي، فكان رغيف 80 جرام ب2 جنيه وبعض المناطق ب2 جنيه ونص، الحمد لله النهاردة بجنيه ونص بس، وكان رغيف تاني ب40 جرام بيوصل لجنيه ونص وجنيه في بعض المناطق، خليناه الحمد لله بالتكلفة الجديدة 75 قرش. مع تطبيق تخفيض أسعار الخبز تستمر الحملات الرقابية لضمان إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية من حيث الوزن والسعر، مع ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح، كما يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أي مواطن بيبقى عنده مشكلة بيتواصل معنا، أنا عايز المواطن يبقى شريك معنا في الدور الرقابي، يبقى له إيجابية، أرقام تليفوناتنا موجودة على صفحة المحافظة للتواصل، الناس تتصل بينا في أي وقت، 12 بالليل، 1 بالليل، الفجر، الصبح، الظهر، إحنا متواجدين، الحملات موجودة، بنتعامل مع المشكلة ونحلها على الفور. إجراءات تتخذ تطبيقاً للتوجيهات الرئاسية والتي تعكس حرص الدولة على تخفيض الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. الآن مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومحمد عبد الله، إليك محمد. شكرا يوسف وشكرا إيمان. مشاهدينا إلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثماري والمناطق الحرة حسام هيبة مع أمين عام الحزب الشيوعي بمقاطعة خيبيا الصينية يينافاي جذب الاستثمارات الصينية جديدة للمنطقة الحرة المخطط إنشاؤها بمدينة العالمين الجديدة. خلال اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تسعى للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالتوازي مع خطة جذب الاستثمارات لاستغلال الموارد والوقت بشكل أمثل. من ناحيته أعرب الأمين العام للحزب الشيوعي بمقاطعة خيبي الصينية عن تطلع مقاطعته للتعاون مع مصر في مجالات عديدة ومن أهمها مجالات تطوير الأعمال وصيانة السيارات الكهربائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية. بحث وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا مع محمد الضنحاني مدير الديوان الأميرية بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات، بحث الرؤى والأفكار حول فرص التعاون الممكنة في مجال تجارة وتخزين وتداول المنتجات البترولية. كما ناقش الجانبان نموذج التعاون في هذا الصدد من خلال المشروعات ذات جدوى الاقتصادية والمفيدة للطرفين والعمل على الاستفادة من الإمكانيات النفطية في الفجيرة والتطور والتحديث الكبير الذي تشهد تسهيلات والبنية الأساسية لقطاع البترول المصري في مجال النقل والتخزين والتداول للمنتجات البترولية. تراجعت أسعار النفط اليوم حيث هبط خام برنت 77 سنتا إلى 86 دولارا و52 سنتا للبرميل. يأتي ذلك بعد أن تراجعت المخاوف من تأثير التوتر في الشرق الأوسط على الخام حيث لم تؤثر سلبا على الإمدادات حتى الآن. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2,700,000 برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين. قالت شركة أرامكو السعودية إنها تجري محادثات للاستحواذ على حصة 10% في شركة هانجلي الصينية للبتروكيماويات في صفقة من شأنها أن تعزز وجود عملاق النفط السعودي في الصين. وأضافت أرامكو في بيان لها أنها وقعت مع مجموعة هانجلي مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة التي تتوافق مع استراتيجية أرامكو السعودية لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيماويات والتسويق في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية. We'll be right back.
نهاية أخبار اقتصاد من جديد. أعود إلى إيمان ويوسف. شكرا لك محمد. ومن أخبار الاقتصاد إلى تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يطلع على الخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل ويوجه بالانتهاء سريعا من إنشاء وتطوير الموانئ البحرية والبرية والجافة. ردا على الادعاءات الإسرائيلية، رشوان يؤكد أن مصر ستواصل دورها الإيجابية في المنطقة والقيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية. تواصل العدوان على أنحاء غزة لليوم 99 بعد المئة، وطواقم الإنقاذ تنتشر جثامين 283 شهيدا من 3 مقابر جماعية بخان يونس. تم نشرتنا، أتتكم من التلفزيون المصري. شكرا طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.